مدينة دونيتسك بالقذائف المدفعية. استهدفت هذا الحي بنحو 10 قذائف، ترون أثار القصف التي طالت منزلا سكنيا وسقطت قذيفة أخرى هنا. أصيب في هذا القصف 3 أشخاص على الأقل كانوا في هذه الحافلة، ترون أثار الدماء في الحافلة. هذه حافلة مدنية تماما أصيب فيها المدنيون، أثار الدماء والزجاج المتطاير موجودة هنا. تجدد وتواصل القصف القوات الأوكرانية دون هوادة على مدن دونيتسك. يوم أمس قتل 3 أشخاص على الأقل في هذا القصف المتواصل. من ضمن المدنيين والذي تستخدم فيه القوات الأوكرانية قذائف مدفعية من عيار 155 ملمترا من صنع الناتو، كذلك تستخدم وقصفت بعض المنشآت المدنية اليوم بصواريخ هايمرز أمريكية الصنع. هناك قتلى وجرحى تقريبا كل يوم، يأتي ذلك بالتوازي مع عمليات عسكرية عنيفة تشهدها الخطوط الجبهة لا سيما على محور أوغلي.